إذن انطلاق المباراة، أول كرة لهلال الشب، ساري يوزع على كرة والحارس فهمي عبد السلام يدخل في مرة أولى، مازال الخطر داخل مناطق 18، البحث على التوزيع، تمشي كرة ياسين مرابط، الشاب البحث على التوزيع، التوزيع في القائم الثاني وجانبية، الشاب وليد الساحلي، وليدي طول الكرة لكن سهلة في دينا الحارس فهمي عبد السلام، مروان التونسي يوزع على الكرة داخل مناطق 18 راسية، والحارس فخري المكشر يتلاعب بالدفاع، مروان التونسي التوزيع والدفاع، ترابلسي يوزع على الكرة في القائم الثاني بالبوكس يخرجها فخري، أسامة الملاط التصويب والدفاع في مرة أولى، الازدواجية ولا حكم يطلب بمواصلة اللعب، تمشي الكرة يضغط على المدافع يربح على الكرة، أحمد عمارة التوزيع عرضية التصويبة لكن بكيفية غريبة، قصارة التوزيع في القائم الثاني، هارون الكوكي بالرأس تمشي الكرة وفوق العارضة الأفقية، يطول الكرة داخل مناطق 18 تمشي سهلة في دين الحارس، قصارة الحكم يطلب مواصلة اللعب تمشي الكرة، أسامة الملاط، أسامة الملاط ولا مساعد يرفع الراية، يرفع الراية المساعد فعية، هارون الكوكي مخت الكرة، هارون الكوكي رأسية تمشي في دين الحارس، يخدم محمد بن صالح التصويب وسهلة في دين الحارس، ليدا الساحلي يبحث على التوزيع داخل 18 والدفاع يتدخل، كان يخلي الأسبقية التوزيع داخل 18 لكن الكرة تمشي مباشرة ضربة مرمى على راسم النالوتي، راسم النالوتي ياخذ الكرة توزيعته سهلة في دين الحارس، الكرة شادي حاج محمد، شادي حاج محمد التصويب جانبية الكرة، تمشي الكرة للمكارم، الدفاع يدخل في مرة أولى، التغطية من مروان التونسي، تمشي أحمد عمارة التصويب، الدفاع يتدخل، أحمد عمارة، أحمد عمارة التوزيع في القائم الثاني بالروس، فرصة خطيرة لمكارم المهدية، بن صالح البحث على التوزيع، عرضية الكرة ويتدخل مكشر في مرة أولى، كرة أحمد عمارة، أحمد عمارة يلعب كرة أرضية والتصويب والحارس، كرة أرضية فرصة خطيرة التصويب، مروان التونسي يحاول دخول مناطق 18 يتلاعب بالدفاع، مروان التونسي ماذا يفعل مروان التونسي؟ هو الكرة تمشي سهلة في دين الحارس، يراوغ محمد يدخل مناطق 18، محمد بن صالح واختير الكرة والحارس في ذا المخالفة رامي ترابلسي والكرة تمشي ضربة مرمى تضر المساندة يلعب الكرة مقطوعة من البرشيني ويخرج الحارس فهمي عبد السلام ياسين مرابط التوزيع في القائم الثاني وبالبوكس فهمي عبد السلام يخرج الكرة مازال داخل مناطق 18 الكرة لهلال الشرا المساندة أسامة الملاط يلعب كرة أرضية غازي الحزامي غازي التحضير ياسين البرشيني التصويب الياس مفتاح يلعب كرة أرضية غازي الحزامي يدخل مناطق 18 غازي الحزامي والحارس إشارة التنفيذ التوزيع في القائم الثاني والدفاع يدخل هارون الكوكي كرم المهدية عزيز يحاول الدخول مناطق 18 عزيز مازال يحتفظ على كرته عزيز المحمدي التمرير أرضية في مرة أولى عزيز السويسي البحث على التصويب سهلة في دين الحارس ثاني دخل نزار قصارة التصويب جانبية الكرة للشاب عزيز السويسي البحث على التصويب وسهلة في دين الحارس احتفظ على كورته يحط كورة على ساقه اليسرى الياس مفتاح التصويب والحارس يتصدى الحارس تعود قصارة التوزيع في القائم الأول لكن الدفاع يدخل مرة أولى راسم النيلوتي التصويب والحارس فهمي عبد السلام محمد يفعل كل شيء شادي حاد محمد لكن مازال اختار قائم التصويب لكن الكرة فوق العارضة الأفقية تعود أمام الياس مفتاح التصويب لكن ضعيفة الياس مفتاح يلعب الكرة نحو أسامة الملاط أسامة الملاط والحارس وفي هذه اللونة بالضبط يعلن الحكم مراد جربي على نهاية المباراة على نتيجة تعادل السلبي 0-0